السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم طلابنا الأعزاء في سلسلة دروس مادة العلوم والحياة للصف السابع. طبعا أحبائي الطلاب، إن شاء الله رب العالمين حنكون في الوحدة الجديدة، وهي وحدة تركيب الذرة أو الذرة والتفاعل الكيميائي. وموضوع درسنا وهو الدرس الأول في الوحدة درس تركيب الذرة. طبعا أحبائي الطلاب، قبل ما نخوض في الدرس هناك بعض المفاهيم يجب مراجعتها. على سبيل المثال المادة، ما هي أنواع المادة؟ المادة أحبائي الطلاب هي كل شيء له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. إذا المادة هي كل شيء له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. أما بالنسبة لأنواع المادة، أنواع المادة هي عناصر ومركبات ومخاليل. وهذه الأنواع ليست جديدة عليكم، قد تم أخذها في صفوف سابقة على ما أعتقد. عندنا بالنسبة موضوع درسنا اليوم نتحدث عن العناصر وعن المركبات. بالنسبة للعناصر، العناصر أحبائي الطلاب وهي مادة نقية تتكون من نوع واحد من الذرات. كيف يعني؟ بشرط إنه هذه المادة لما تكون نقية تحتوي على نفس النوع من الذرات. هذا هو العنصر. على سبيل المثال عندنا عنصر الألمنيوم Al، بيحتوي بس فقط على ذرات ألمنيوم. بالنسبة لعنصر الحديد بيحتوي على بس فقط ذرات من الحديد فقط. الكلور، عنصر الكلور بيحتوي على ذرات الكلور فقط. إذا أي عنصر بيحتوي على نفس النوع من الذرات. طيب، فين هنا ملاحظة وحدة بناء العنصر هي ذرات نفس العنصر كما تحدثنا سابقا. وهناك عناصر كثيرة، العناصر ففي هناك عنصر الهيدروجين، عنصر الكربون، عنصر الكبريت، عنصر الكلور، عنصر المغنيسيوم، عنصر الصوديوم. جميع هذه العناصر تحتوي على نفس النوع من الذرات. وكما ذكرنا سابقا أن العنصر هو مادة نقية. طبعا قبل أن ننتقل من العناصر، تحدثنا أن العناصر تحتوي على نوعين، تقسم إلى نوعين، فلزات ولا فلزات. وتحدثنا أو أخذنا في صفوف سابقة أن الفلزات هي مواد قابلة للطاق والسحب والثاني وجيدة لتوصيل الحرارة وجيدة لتوصيل الكهرباء، ولها لمعان وبريق معدني. فهذه جميع الخصائص تحتوي عليها مين؟ الفلزات. الفلزات لا تحتوي على هذه الخصائص، غير موصلة أو غير جيدة للتوصيل للحرارة، غير موصلة للكهرباء، غير قابلة للطاق والسحب والثاني، ليس لها لمعان ولا بريق معدني، فهذا هي اللافلزات. طيب خلينا نتحدث الآن عن المركبات. المركبات أحبائي الطلاب هي مادة نقية تكونت من اتحاد عنصرين أو أكثر بنسب وزنية ثابتة تحدد تركيبه. طيب لاحظ هنا انه العنصر بتكون من نوع واحد من الذرات، ها بتكون من اتحاد عنصرين او اكثر. يعني لو جبنا على سبيل المثال في عندنا مركب كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام، بتكون من اتحاد عنصرين. ايش هم العنصرين؟ الصوديوم والكلور، اتحدوا مع بعض فكونوا مركب جديد وهو مركب كلوريد الصوديوم. طيب نذكر مثال آخر، زي مثلا مركب جزيئ الماء الـ H2O تكون من عنصرين، عنصر الأكسجين وعنصر الهيدروجين. زي مركب جزيئ غاز ثاني أكسيد الكربون تكون من اللي هو عنصر الكربون وتكون من عنصر الأكسجين. فهل تلاحظ هنا كما احنا كاتبين مثال هنا زي مركب سكر الجلوكوز C6H12O6، هذا مركب سكر الجلوكوز يتكون من ثلاث عناصر كما تلاحظون، عنصر الاكسجين وعنصر الهيدروجين وعنصر الكربون. هذه جميع عناصر اتحدوا مع بعض وركبوا مركب سكر الجلوكوز. في عندنا هنا كتطبيق عملي، في عندنا هنا كبريت، عنصر كبريت، وعندنا هنا ألمنيوم وحديد Fe وCO2 غاز ثاني أكسيد الكربون وH2O اللي هو الماء وNaCl اللي هو كلوريد الصوديوم هو ملح الطعام. من نصنفهم إلى عناصر ومركبات. لاحظوا العناصر كما تلاحظون زي مين يا حبايب الطلاب؟ زي الكبريت والألمنيوم والحديد.
اما بالنسبه للمركبات، المركبات اسيد مثال CO2 اللي هو مركب جزيئي ثاني غاز ثاني اكسيد الكربون، وعندنا مركب جزيئي الماء H2O ايضا، وعندنا NaCl. لاحظ هنا المركب هنا هذا غاز ثاني اكسيد الكربون، ايش يتكون؟ اتحاد عنصري اللي هو الاكسجين والكربون. لاحظوا ان الماء H2O تكون من اتحاد عنصري اللي هو الاكسجين والهيدروجين. لاحظوا ان NaCl تكون من اتحاد عنصري اللي هو الكلور واللي هو الصوديوم. طبعا احبائي الطلاب الى هنا قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. خلينا نراجع اللي اخذناه في الحصه. خلينا نراجع العنصر، العنصر تكون من نوع واحد من الذرات، وذكرنا ان عنصر زي الهيدروجين والاكسجين والكلور والبوتاسيوم والمغنيسيوم جميعها تتكون من نفس النوع من ذرات العنصر. اما بالنسبه للمركب يتكون من اتحاد عنصرين او اكثر ولكن بنسب وزنيه ثابته تحدد ترتيبه، تمام؟ وعندنا هذه المركبات زي مركب جزيئي ثاني اكسيد الكربون وال H2O الماء جزيئي الماء، وعندنا مركب اللي هو كلوريد الصوديوم، وفي عندنا ايضا مركبات اخرى يعني لا تنحصر على ذلك. في عندنا ذكرنا مركب اللي هو سكر الجلوكوز تكون من اتحاد ثلاث عناصر اللي هو الكربون والهيدروجين والاكسجين. نلقاكم باذن الله عز وجل في الحصه القادمه، سوف نتحدث عن تركيب الذره، البروتونات والنيترونات والالكترونات، نتكلم عن النواه، نتكلم ايش الشحنات تاعتها. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.